انطلقت الآن الجياد في شوطها الخامس على جائزة فرحان السعودي رحمه الله من أهل الرياض وحد الرواد الذين أدخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز. طيب الله ترى هذا الشوط الجياد وفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات التي لم تكسب، يقام على مسافة 2000 متر، قيمة الجائزة 54,000 ريال وبمشاركة الأرجح المورد نادر الخيل محبر مهر حادق شماس ضبعي ضبي رفاع ونجمة درعية اكتتاب ملكة سبق حرس مطالب بدار محمية بن مكنون ومرفوع. والتقدم في هذه الأثناء من الداخل لأمهر وأيضا متابعة من الأرجح في المركز الثاني، أيضا المحبر في المركز الثالث وملكة سبق وأيضا ضبي الرفاع، ومن الخارج نادر الخيل أيضا وحادق، والصدارة للأرجح في المركز الأول وهو منافس لكسب هذا الشوط ومرشح الأرجح متصدر الآن في المركز الأول. متابعة من بقية الجياد في هذا الشوط، وأيضا هناك محاولات لتغيير المراكز مع اقتراب الجياد من المنعطف الأخير لها في هذا الشوط، والأرجح متصدر ملكة سبق في المركز الثاني وأيضا ضبي الرفاع المرشح الأول في المركز الثالث، أمهر في المركز الرابع وأيضا المحبر في المركز الخامس، ومتابعة أيضا من نادر الخيل في المركز السادس ونجمة الدرعية في المركز السابع. وأخذت الآن الجياد الطريق المستقيم لها في هذا الشوط والصدارة للأرجح، الأرجح في المركز الأول، المحبر أيضا يحاول أن يتقدم في هذه الأثناء والأرجح في الصدارة في المركز الأول، المحبر يحاول أن يتقدم في هذه اللحظات في المركز الثاني ودخول قوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المحبر يحاول أن يأخذ الصدارة، بالفعل أخذ الصدارة من الأرجح، تنافس قوي في الأمتار الأخيرة والمحبر إلى خط النهاية، ألف مبروك.